في البداية نذكركم بطريقة التواصل ويانا عن طريق التليجرام ورقم الظاهر أسفل الشاشة. اللي يحب يتواصل ويانا من خلال هذا الرقم يا ريت يرسل رسالة مختصرة بها العنوان أو الموضوع بشكل مفهوم حتى احنا نقرأ وقت بث البرنامج من 8 إلى 9، ونؤكد مثل ما يوميا نؤكد أنه لا نرد على الرسائل كتابة، نحن فقط نقرأها وقت بث البرنامج ونوصلها للجهة المعنية. رح نبدأ استطلاعاتنا ومشوارنا من البصرة. الموضوع مؤلم حقيقة جدا جدا، يعني منذ فترة لم نسمع يعني موضوع الجرائم، يعني قدر الإمكان واحد يريد يبتعد عنه، لأن احنا ما ناقصين أنه نسمع جرائم ونسمع تفاصيل وبشاعتها، يكفي ما عدنا. يعني العراق من الدول اللي بي كثير جرائم صارت خاصة في الآونة الأخيرة، يمكن قد تكون جرائم جماعية لكن تكون الجريمة من عدو، لكن تكون جريمة منك وبيك من داخل العراق وبين جوارين وبين قرايب ومن امرأة، هنا لازم واحد يتوقف عندها ويشوف شنو الأسباب. الموضوع يعني ما أريد نقول صارت ظاهرة أو بدأت تزداد، لكن الناس لازم نكون حذرين، لازم الدراسات. أنا قاعد أحكيها بألم، بأنه يعني وما أتمنى حتى أنه علي صوتي بها، أتمنى أنه ما حد يسمع بالموضوع، يعني نحاول قدر الإمكان أنه نقلل من مثل هكذا حالات وأن لا تتكرر، حتى لأنه الموضوع يخوف أنه مجتمعنا العراقي هكذا أصبح مهزوز وهكذا أصبح أنه عند الجريمة سهلة. كلمة جريمة بحد ذاتها هي مرعبة، تفاصيل هذه الجريمة راح نشوفها هي غريبة، أنه امرأة تخنق طفل صغير يعتبر هو من قرايبها ومن جيرانها، والطفل كان فقط مرسال، أكو قضية مادية بين العائلتين، وراح الطفل مرسال من بيت أهله إلى بيت هذه المرأة اللي قتلته وحثت المشكلة. التفاصيل هذه تصير يوميا، انه ناس تروح وطفل يروح ويكون كمرسال وفلوس وناس تشتري وناس تبيع، هذا الموضوع كلش طبيعي. فلذلك واحد من يحشي انه التفاصيل او الموضوع يعني مرعب، نتمنى انه الناس تكون على يعني اكثر حذرا واكثر وعيا واكثر ايمانا. نروح نشوف التفاصيل ونرجع نحكي بالموضوع، والموضوع يحتاج إلى وقفة من قبل الجهات المعنية لتفادي مثل تكرار هكذا حالات مؤلمة.
احنا اول شيء البنيه يعني مثل ما يقول ابني ودى ابنه، قالت له ودي له قصد، هل قد بيد الولد؟ فودى الفلوس القصد بيد الولد، المن خذها للبنيه، الفلوس حاطن بعلاقه وخذين مسافه احنا تقريبا 50 متر مو هواي. الولد يعني تقريبا نص ساعة ربع ساعة ما جانا، ثلاثة أرباع الساعة ماكو، راحوا عليه قال له يا الطفل وين؟ قالت الطفل أنا صرفت له فلوس وطيتني له وحطيتني بجيبه وطيته حتى كرامية وراح. يا أبو وين راح؟ قال يجي ليكم يا أبو لينا، إحنا هذا بيت تقريبا ها على كلامها هي انطت لعله والله يرحمه انطت 2000 ايه زين. احنا ظلينا ندور ماكو، يعني صار عندنا شك بعد تعرف يعني منطقه وفرع مسافه قريبه، يعني مو تقول بعيد وينخطف الولد، يعني 50 متر عنا. ظلينا بس انا ظليت ما ماخذ راح، يعني الصقه غير عمام التمات. انا يعني مثل ما اقول مخبو، قلت لعمي 95% الولد عذكم، طلعونا الولد تبين هي اول دقائق اللي بعد الفلوس بيده مال العلاقة الفلوس ها هي مسوية الجريمة. وبيش الجريمة مسويتها؟ يعني شون الجريمة؟ يعني جايب هذا العلق مال أبو عبد الله ها ومربحته هنا بخندق ونايم على صدره وخانق الولد. ظلينا 5 أيام إحنا ننتظر، قلنا هل بتي خابروننا منا ما سويت إعلان بإذاعة سوينا ما خلينا شيء، سوينا وكل شيء ماكو. اجت هم الجرائم، اجوا الامين، اجوا الدوله، اجت ما عتهم، قالوا ما عتهم. انه بشيء الثاني الولد صار له تقريبا 5 أيام هذا الحكي، برا ال5 أيام بعد تدري يعني البشر اذا ينكتل بمكان يعني 3 أيام 4 تبين له ريحه. اجون هنا هم عمها مقدم جيش العراقي واخوها، قلت لهم يا هاي الشغله لكم بس اليوم، بس اليوم نهار اليوم، ترى باكر تصير الشغله غير شغله ها. فراحوا هم والسيارات من انا مال الشرطه اجت السيارات، شافني المقدم عرفني، قال لي حجي ميل، قلت لها قال الولد عادمته بالغرفه القاط الثاني الفوق. شلون ركضنا بعدها لقينا هم مقفلين بيوتهم ها وشاردين، والولد طلع الجيش لقوه بالقرفه اللي فوق شانخته بالعلم مال ابو عبد الله. وهذا وانا بعد ما عندي حج قصد الابنية اشتغل وياها قصد تعرف من فترة يعني، فخابرتني هاي القصد فات موعده تقريبا 6 أيام 7 فخابرت قالت فلاح راح يجيني قصد هسه جايين بالطريق 79 ورقة، فاخذتهن على 19 وقص القصد مالك ودز الباقي بيد علاوي، من يجون دز العلاوي. قلت لها بسيطة. فخابرتني ورا تقريبا ربع ساعة هاي، قالت يابا اجا ودز العلاوي. فخابرتهم قلت لها يابا ما دقيت المبلغ انه بعد 3,000,000 إلى 40,000 الها. قالت علاوي نايم، قلت لها قاعدي يلا بيش. المهم قاعدت حتى بدا بدريوك قطت الفلوس وراح. قلت له بس من يجي انا مو شايلي، انا مو داعرف على او رجع. انا كل مره ما احكي الحكايه ما اقول انا مو شايلي، انا ادري بيجي من زمان اتعامل ويا البنيه. فشويه خابرتني هي، قالت يابا جاني على الهوي وطيت 79 ورقه و2000 دينار له. قلت له يابا مشكور. انتظرت امه تخابرني وترمش علي شو ما جاني ما جاني.
أثارية متأخر عليها مخابر الكوثر يا البت. قالت لها شنو شو علّه وما جاني؟ قالت لها شنو علّه وما جاك؟ أنا أعطيتها الفلوس وجاك. المهم قلت لها كان انتظرت من 10 دقائق، قلت أنا جوز نسيت أو صارت الشغلة. خابرت على البيت، قلت لها شنو شو ما رديت على علّه وشنو ما؟ قالت وين علّه ماكو. فأنا خابرتها هاي وأنا أركض بعد بالسوق ما أعرف شو أسوي. قلت لها وين علاوي؟ قعدت علاوي شنو ادري بعلاوي؟ انا علاوي اعطيتها الفلوس وراح. قلت لها لا علاوي ابني عدك وانا جايك. زين يعني 5 ايام بداخل البيت فانا جيت همرت اروح انا للبيت يعني بس ما خلوني كضوني. فالزمول قالوا لا مالكم ماكو شيء ما خلوني اروح. فهي تجي حتى النساء بتنا جيران اهلي تفتح القرآن تقول لهم هذا القرآن بعد يومين ثلاثة يجيكم، وأخوها يجي يوقف بالباب تيادي يعني الشغلات. اتضح إنه الموضوع تمثيلي يعني. إيه يعني مثلين تمثيل. زين أبو علي. المشكلة تحكي يومية هي عدة بالبيت يعني تجي تأخذ لأن هي قرايب زوجتها هم يعني أمها بتخال زوجتها. تجي تواسيكم يعني. لا تجيني للبيت يعني من بيننا قصد يعني يومية. طيب. هذا قبل الحادث. تجي تقول تكلم تجي قلت تقول له علاوي ابني مو ابنكم انا فقدته مو انتم فقدتوه. طيب هي قاعده وحدها بالبيت؟ لا هي واخوها وامها ومرت اخوها. يعني اعتقد الموضوع اذا يعني لازم عندهم علم ما لان هو قلت اساسا هو البيت 75 متر يعني جو اعتقد بس غرفه يعني ما مرت اخوها يعني معقوله ما سمعتها او ما اشتموا ريحه او ما حد صعد فوق ما وياها ما معقوله اخوها. طيب 5 سنين هي نص قطعه مو قطعه كامله بعدها هسه يعني كوثر بالسجن يعني هسه بالتوقيفيه وانا اطلب من العداله بس ياخذون حق ابني مسيح. اول يوم الحادثه اجوا طبوا قالوا الحكومه فتشوا البيت غير حكومة وطبت البيت وفتشوا يعني احنا صار عندنا يعني يقين بان البيت ما بيه يعني اتضح انه ما فتشين طبعا الظاهر شنو مستجوبين استجواب يعني هي ما مو مشتكي عليها مو دعوة الظاهر استجوابهم صاير محصور بالقاط الجوة بس ما مفتشين البيت بس احنا شنو افتهمنا بان الحكومة اجت وفتشت البيت لهذا السبب ما دخلنا فتشنا. فقلت لك خامس يوم الصبح اجت الحكومه الجرائم رحت انا بالنسبه لي ركبوني وياهم وخذينا الجرائم خذيتهم للبيت دخلنا عليهم ما لقينا ولا واحد. هم قبل ساعه موجودين بالبيت قبل ساعه من الحادثه قبل لا نكتشف الطفل عتهم هم كانوا موجودين بالبيت. دخلنا للبيت البيبان مقفلة دورنا آخر شيء لقيناه بالغرفة أي نعم ملفوف بطانية وحدر مندر من هاي الضغط العالي بالغرفة اللي قلت لك مجاورة للغرفة أخوها أي. فطلعنا الطفل بعد مخنوق وحالته حالة يعني ما يعني إذا تتفاعل للصورة يعني ما ادري شو اوصف ما ادري شنو هالبشع هذا واللي عته والجساره اللي تنام بنفس الغرفه اللي مقتول بها الطفل. احنا استغربنا يعني قدام ساعه هم موجودين بالبيت ليش من اجت الجسم الجرائم هم ابتعدوا عن البيت؟ اذا لهم علم العائله بكاملها لهم علم بالحادثه. طلعنا الطفل نحمد الله للطفل بعد الله نحمد الله ونشكره.